تبدأ نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي غدا في استلام الأقماح في المحافظات التي بدأت التوريد مبكرا، وهي جنوب سيناء والفيوم وأسوان والوادي الجديد. وأكدت الحكومة أنه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشوان المطورة والهناجر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة. أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة استمرار استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيله وحتى الآن. وأشارت الهيئة إلى المميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات، حيث يمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات بالإسهام في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات. تشارك مصر اعتبارا من غدا الاثنين في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن واجتماعات وزراء المالية لدول في مجموعة العشرين. وستتحدث مصر بصوت البلدان النامية والإفريقية من أجل إصلاح الهيكل المالي العالمي، كما ستطرح يؤتها في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، فضلا عن شرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادي التي تمت مؤخرا لتمكين القطاع الخاص. قال محللون إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط غدا الاثنين بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل. وعززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق، عززت من أسعار النفط بالفعل الأسبوع الماضي، وساهمت في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة إلى 92 دولارا و18 سنتا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض بعدما شنت إيران هجوما على إسرائيل، ما زاد من خطر توسع الصراع في المنطقة. وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 3% بعد تراجعه نحو 2% خلال الجلسة. وفي بورصة قطر انخفض مؤشر الأسهم الرئيسية 0.8%، وخسرت معظم الشركات المدرجة عليه. أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي انخفاض الدين الخارجي إلى أدنى مستوى منذ عام 1993 ليصل إلى 304 مليارات دولار. وكان الدين الخارجي الروسي سجل أعلى مستوى له في عام 1999، وشكل نحو 91% من حجم الاقتصاد الروسي. وانخفضت حصة الفرد من الدين الخارجي حتى الأول من إبريل الجاري إلى 2200 دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005. We'll be right back.